هسه خلينا نتحدث على المنتخب الوطني استاذ احمد. المنتخب الوطني نعم. بيتروفيتش بيتروفيتش هو من سيقود المنتخب الوطني. هذا القرار كيف اتخذ؟ يبدو ان هذا القرار يعني منذ مده متخذ وهناك اتفاق على هذا الموضوع، لان التسميه خرجت سريعا مجرد ما يعني اعلن عدم اكمال المهمه ادفوكات مباشره بيتروفيتش كان موجود. تفاصيل هاي العمليه منذ متى الاتحاد بلش يفكر بهذا الموضوع؟ يعني مثل ما تعرف انه ادفوكات او بالنسبه لنا كاتحاد وكل الاتحادات الوطنيه عندما لا تاتي النتائج ولا تاتي رياح ما لا تشتهي سفن النتائج اعتقد انه هناك اكثر من حل يكون مطروح. اعتقد ان ادفوكات هو ذا نفسه ما كان راضي على النتائج اللي تحققت، وذكر ذلك برسالة نصية للاتحاد العراقي لكرة القدم، وذكر ذلك أيضا بعد أن قدم تلك الاستقالة إلى وسائل الإعلام في هولندا بأن النتائج كانت مخيبة له شخصيا، وهذه النتائج المخيبة أعتقد أنه انعكست على مسيرة المنتخب، مو أعتقد وإنما يقينا بأنها انعكست سلبا على أداء اللاعبين تباعا ومن ثم نتائج المنتخب ككل في تصفيات كأس العالم. أدفوكات حاول أن يقدم لكرة القدم العراقية بما يمتلكه من خبرات، حاول أن يساعد كرة القدم العراقية في تقديم الأفضل في تصفيات كأس العالم، حاول بكل ما أوتي من خبرات يعني ما يمتلكه هذا الاسم الكبير في عالم كرة القدم وعالم التدريب أن يغذي اللاعبين بما يمتلكه من أفكار ويطبقه عرض الملعب، لكن عدم التوفيق كان حاضر. ربما ظروف كبيرة يعني عديدة ساهمت في أن يخرج العراق بهذه النتائج، 6 مباريات 4 مباريات تعادل، خسارتين بنتيجة واحدة 3-0، لم يحقق الفوز، لكن يبقى هذا الاسم كبير، خروجه مهذب، استقالته كانت مهذبة، طموحات عالية لكرة القدم العراقية بما يتذكر من إرث كبير من جماهير وإعلام وشخصيات رياضية. هذا السقف العالي كان حالة دون تحقيق الطموحات بالنسبة لأدفوكات، وبالتالي كانت استقالته قدمها إلى الاتحاد العراقي، وبكل تأكيد عندما تكون هناك بطولة لكأس العرب بأقل عدد يعني بأسبوع يعني اليوم عندما استقال هناك فترة أسبوع لخوض مباراة أولى في بطولة كأس العرب مع المنتخب العماني، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك تصرفات سريعة أو قرارات سريعة للاتحاد العراقي. طيب أستاذ أحمد، أستاذ أحمد بصراحة، هل كان هذا ما يطرح بالكواليس في المنتخب الوطني في حال أنتم أدفوكات أشار إلى ممكن أن يقدم استقالته في أحد المؤتمرات الصحفية وخاصة قبل مباراة حسب ما أذكر لبنان وتحدث بهذا الموضوع؟ اليوم انتم فعلا اجتمعتوا وقلتوا مقررين انه بيتروفيتش يصير في حال ادفوكات قدم استقالة؟ بصراحة استاذ احمد نور، يعني انا ذكرت لك بصراحة تام انه الاتحاد العراقي واي اتحاد وطني عندما لا تأتي النتائج مثل ما ترغب يعني ضمن ما خطط له بكل تأكيد نبحث عن خيارات اخرى. ادفوكات نفسه هو كان غير راضي على نتائج اللي تحققت المنتخب الوطني، طيب. وذكر ذلك في أكثر من مناسبة، وعندما طرحت بعض التساؤلات في مؤتمر صحفي قبيل انطلاقة مباراة المنتخب السوري ذكر ذلك على العلن في مؤتمر صحفي، لم يخشى أحد، هو كان صريح أمام نفسه وصريح أمام المسؤولين في الاتحاد وصريح أمام الإعلام والجماهير الرياضية، وذكر ذلك على الملأ، فليس من الممكن أن نخبي مثل هكذا. طيب أستاذ يعني أحمد هكذا أمور. نعم أستاذ أحمد، نعم. اليوم الجهاز الفني الآن أصبح فيه خلل، مدرب استقال، مساعد هو أصبح المدرب، من الأسماء المرشحة اليوم لشغل منصب مساعد آخر؟ هل هناك نية لإضافة مساعد؟ وهل هناك أسماء رشحت ولا إلى الآن ما موجود؟ نعم. هذه أستاذ نور يعني في البدء يجب أنه تطفئ الحريق، أو في البدء يجب أن تخرج الأطفال من المنزل ومن ثم تفكر كيف تطفئ الحريق.
احنا اليوم مباشرة بعد ما استقال أدفوكات الخيار الأول الذي يعلم يعني خبايا المنتخب الوطني وتشكيلة الفريق، وخاصة أنه ساهم بشكل كبير جدا بالتنسيق مع أدفوكات في اختيار اللاعبين، وتم اختيار اللاعبين وإرسال التشكيلة إلى الاتحاد العربي وإلى الاتحاد القطري، وبالتالي اليوم احنا اعتمدنا هذه التشكيلة من اللاعبين بمعية بيتروفيتش وغيره وأدفوكات وبيتروفيتش. فلذلك احنا من تتكلم بالناحية فنية، من ناحية انه تخطط لنتيجة ما في بطولة كأس العرب والأهداف اللي وضعها الاتحاد تتناسب مع تواجد بيتروفيتش في هذه الفترة بالذات، على اعتبار أنه لديه الخبرة وعنده التعامل مع هكذا مجموعة من اللاعبين، والوقت لا يسعفنا أنه تجيبوا مدرب خيارات أخرى، وبالتالي خلاص المدرب القادم هو بيتروفيتش، وبعد بطولة كأس العرب لكل حادث حدث. يعني هو فقط لبطولة كأس العرب، وسيكون هناك نقاش آخر، يعني أكو إمكانية يستمر المباراة. البيان واضح. البيان واضح نعم، لكن اليوم بعد كأس العرب لكل حادث حديث بما ستأتي من نتائج، وهذا واضح جدا حسب النتائج التي تتحقق وحسب مستوى الفريق، هذا واضح. طيب أستاذ أحمد، أكو مشاكل مالية مع أدفوكات ولا كل شيء تمام؟ لا 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 خلص الحمد لله. الحمد لله كل الإجراءات الأمور ماشية، نقدم الوثائق والتفاصيل المالية واصلة إلى السيد أدفوكات. صراحة مدرب محترف ومحترم. نعم محترم.